عاد علينا الاتصال بالاستاذ عمرو كمال الكاتب الصحفي باخبار اليوم. مساء الخير استاذ عمرو، اهلا وسهلا بيك. مساء الخير على حضرتك وعلى مشاهدينك الكرام في كل مكان، والف مبروك لمصر بفوز المنتخب الناشئين ببطوله كاس العالم. طبعا بنبارك بدورنا المنتخب، ويمكن عايزين من حضرتك تعليقك على اداء المنتخب طوال مراحل البطوله ومكامن القوه لدى الفريق اللي اهلته للفوز باللقب وحصد كاس البطوله. في حضرتك انا هتكلم على نقطه اظنها ان هي نقطه مهمه للغايه، وهي في احيان كثيره كنت وانا بتابع مباريات البطوله سواء للمنتخب الناشئين او حتى منتخب الشباب اللي لسه كان فايز من ايام في بطوله العالم باسبانيا بالميداليه البرونزيه اللي كرموا فيها السيد الرئيس في منتدى الشباب في العاصمه الاداريه، كنت كتير يا اما بقفل المذياع يا اما بقفل التلفزيون، لان بعتقد ان الفارق بقى كبير للمنافس وان احنا خسرانين. ترجعي بعدها بوقت عشان تعرفي وتتابعي النتيجه بحكم شغلك، تجدي ان المنتخب المصري عاد من جديد وتعادل بالنتيجه وتقدم بالنتيجه. اظن ان هي دي نقطه التحول في شخصيه اللاعب المصري اللي انا عن نفسي بعتبر من الجيل الوسط اللي احنا كنا متربين عليها، ان هو ما دام خلاص المنافس تقدم علينا بفارق 5 6 اهداف يبقى خلاص اعلن رايه الاستسلام وخلاص انهار بقى. لا، اللعيبه دي منتخب الشباب ومنتخب الناشئين الفائز ببطوله كاس العالم فارق جدا بالامر ده، في اعداد نفسي مهم للغايه، في اعداد تقني الولاد كانوا على اساسه، لعيبه تحت 17 سنه لسه ما خرجوش من المدارس الثانويه او بعضهم في السنوات الاولى من الجامعات، ونفس الامر لمنتخب الشباب. لما تجدي فيهم الطفره دي تتاكدي ان في اداره واعيه لاتحاد كرة اليد، برغم ان انا مش على علاقة بأي حد فيهم، ولكنهم أعدوا مدربين بشكل جيد، أعدوا إداريين بشكل محترم. احنا عندنا في بعض المنتخبات إداريين بتروح عليهم نومة وبتروح علينا بطولات واحنا بنلعبها، فأظن إن ده أهم نقطة في النقاط. يكفي أنا بيني وبينك شعرت بالفخر لما طبعًا قوة المنتخب بتاعك بتصيب الآخرين المنتخبات الأوروبية بالاحباط والانهيار وبيرفعوا رايه الاستسلام امام المنتخب المصري، ده ظهر جدا في مباراه الدور قبل النهائي، ده ظهر جدا في مباراه النهائي، انا كنت قاعد ولادي اقول لهم شوفوا منتخب المانيا فرق 5 وبالرغم من كده قاعد يكافح ويواصل، منتخبنا ما اغترش، ما لعبش بشكل فيه زهو، لعب بشكل كانهم اصحاب خبرات عندهم حوالي 30 سنه، ولاد بيلعبوا بشكل جيد جدا، ده بالتاكيد شغل مدير فني الكابتن مجدي ابو المجد والكابتن حسين زكي والكابتن حماده الرومي، طبعا دورهم لا يغفل يعني بالتاكيد، طبعا بيت الجهاز الفني والتدريبات والدورات اللي دخلوها قبل البطوله على طول، كنت تلاقي فيه معسكر لنفس الاجواء في للمنتخب بره، فتجدي ان المنظومه بالتاكيد جيده للغايه، لو خدت المنظومه دي وديتيها لمنظومه اتحاد كره القدم اظن ان هم لازم يذاكروها ويعني ياخدوا فيها ابتدائية وإعدادية وثانوية في الأول. طبعا، وأعتقد أنه يعني هذه المنظومة اللي أهلت المنتخب أو أدت إلى هذا الفوز وحصد اللقب هي بالتأكيد منظومة يحتذى بها في كل ألعاب الجماعية. بشكرك جزيلا أستاذ عمرو كمال الكاتب الصحفي بأخبار اليوم، شكرا جزيلا لك.